السلام عليكم ورحمة الله. طيب، بناء على تغريدة إدارة التعليم عندنا في المدينة بتعليق الدراسة حضوريا غدا الاثنين، والدراسة عبر منصة مدرستي. تمام. طيب، إيش الإجراء الآن؟ تروح على نفس مدرستك، خلاص، تروح على حسابك في المنصة، تروح للجدول، تروح لحصتك، عدلي، خليه متزامن. تمام، خلاص، التالي. طيب، بعد كده هنروح فين؟ بعد كده هتروحي على التيمز. طيب، نروح على التيمز، ما نزل شيء. طيب، ما هو مشكلة، ما نزل شيء. نسوي اجتماع الآن. قولي الاجتماع الآن، خلاص، اكتبي اجتماع الصف الأول ثانوي، خلاص، خليه اثنين. احنا اليوم كم؟ احنا اليوم اثنين اثنين، عفوا، اثنين واحد، 20 23. هنا الحصول على الارتباط، هنا حصلنا على الارتباط عادي، لكن هنا بدأ الاجتماع. أبدأ الاجتماع، خلاص، عشان تتأكدي منه انه يكون كل شيء تمام سليم عندك. انضمي، تمام، الأمور سليمة، تمام، خلاص. تقدر انت تنسخ الرابط واضافه مشاركين اذا كان عندك الطالبات، اذا ما نزلت الحصه. طيب، هتاخذي الرابط، تروحي على الطالبات، مكان ما انت تواجدك مع الطالبات، انسخ الرابط لصقيه عندهم، اعطيهم الرابط اللي نسختيه، واكتبي لهم الجدول مثل الحصه، وبالتوفيق يا رب للجميع.